كوكو، سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله كاع تكونوا بخير، تكونوا بصحه جيده. انا توحشتكم، نتوما توحشتوني، ادريده توحشتوني. اليوم جبت لكم وصفه خفيفه ظريفه، جبت لكم لي فولوفو بصوص بلونش، طريقه سهله وتجبنينا بزاف وحتى تعجب ولادكم وتعجبكم. تابعوا معايا باش تعرفوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير وطريقه التحضير، نحتاجوا كميه تاع لي شامبينيون يكونوا مقطعين، تقدروا تشروهم نورمال وتقطعوهم مرصوات هكذا صغار، ولا يكون تشروهم مقطعين كمية على حسب نتوما افراد العائله شحال تحبوا. لهنا عندي نص صدر تاع دجاج قطعته دي مقصو صغار كما راكم تشوفوا، نقليهم على شامبينيون ملاح. بعد ما يتقلاو لي كما راكم تشوفوا، نزيد لهم شويه ملح وشويه فلفل كحل. يعني صدقوني وصفه خفيفه وتاع الصيف، يعني هذا وش يسلك في الصيف. هذاكم على بالي بلي في الصيف واحد ما يحبش ياكل بزاف المراقي وكاع على جال السخانه، يبقى هذا باش يسلك. لهنا عندي شويه زيتون مقطع دي مقصو صغار، زيتون خضر نقليه مع الزيتون، تقدر تستغناو عليه يعني ماشي لازم. لهنا بالبيشاميل ما كاش اللي ما عرفش يديرها، نستعملوا لهنايا مغرفه زبده كبيره وفرينه. بالنسبه للفرينه مغرفه كبيره تاع الفرينه، يعني نقلوه مع بعض، نخلوهم على نار شويه تكتكو، ومن بعد كي يبداو يغليو شويه هكذا ينسجموا، نبداو نزيدوا الحليب تدريجيا. بالنسبه للحليب نسحقوا كاس تاع حليب، انا نسحق الحليب تدريجيا كما شفتوا، كاس يكون معمر. ندوبوا هذيك الزبده والفرينه مليح في هذاك الحليب، ونحكوه في الاطراف. على بالكم كيما على بالكم تنسق في الاطراف الفرينه تسلمت. لهنا عندها علبه تاع لاكريم اللي قدستها، وشويه ملح وشويه فلفل كحل، نخلطوها مليح. غير ترفد الغليه كيما راكم تشوفوا، غير ترفد الغليه نزيدوها على هذاك البولي تاعنا لو شامبينيون والزيتون اللي كنا قليناهم، نزيدوها كامل ونخلوها ترفد تعاود تغلي واحد الغليه معاهم، يعني ما تطولش واحد شويه برك هكذا، ونطفو لها كيما راكم تشوفوا. لهنايا هذيك سيبو راهي رفدت الغليه راهي تغلي، نطفي لها ونروح. انا لي فولوفو، بالنسبه لي فولوفو شريتهم من برا، ساهلين الخدمه تاعهم. اذا حبيتوا نحط لكم لا غوسيت الوصفه تاعهم، خلوا لي في لي كومونتير نخدمهم معاكم. ساهلين تخدموا بلا بطفيتي كيما على بالكم. لهنا هاني عمرت الاصياد تاعي كيما راكم تشوفوا، هذاك الصحن تاعي راه واجد يعني ولا جات بنينه، الصلصه هذه جات بزاف بنينه. ولي فولوفو اذا حبيتوا الوصفه خلوا لي في لي كومونتير. اما بقى عليا نقول لكم السلام، تهلاو في روحكم، ما تنساوش تشاركوني بجام وابوني كومونتير وتبارطاجيو لا فيديو، وانتظروني في وصفات جديده. سلام.